السلام عليكم يا شباب في قناة حمود. اليوم عندنا طبعا فقرة البيانو. هاي الفقرة جديدة وأتمنى يكون الفيديو حلو. اليوم أعلمكم كيفية عزف أغنية فيل. أغنية فيل أغنية كلش حلوة وأتمنى تعجبكم الأغنية وتعرفون تعزفوها. طبعا اليوم راح نعزف بارت 1 اللي هي الانترودكشن، فحبدي هسه أعزف لكم الانترودكشن وراها أبدي أعلمكم. هاي الانترودكشن. الانترودكشن هاي كلش سهله بس اكو بيها صعوبه بالايد اليسرى. هسه راح نبدا بالايد اليمنى نصور. ايد اليمنى راح تكون كلش سهله اللي هي اولا هيك نبدي. تشوفون اصابع ايدي وين؟ ايدي هنا. ممتاز. ايدي راح تكون هيجي. شوفوا هنا ايدكم خلوها نفس الاماكن. شو نسوي؟ هاي شقد نضغطها 3 مرات. واحد اثنين ثلاث. وين تروح؟ هنا تضغطها مرة، بعدين تروح هنا 3 مرات، وراها تجي هنا تضغطها مرة، بعدين من تجي هنا تضغطها 4 مرات، وراها وين تروح؟ تجي هنا تضغطها 3 مرات، بعدين هنا مرة واحدة. هسا عايد لكم اياها على كيفي. هيك راح تكون. هسه راح اعيد لكم شلون طريقه العزف. اولا عندنا احنا ذن الاصابع، هذا الاصبع وين نجيبه؟ هنا، هذا هنا، هذا هنا، وهذا على هاي السود. ممتاز. احنا هاي راح نسوي 3 مرات، هاي مره، هاي 3 مرات، هاي مره، هاي 4 مرات، هاي 3 مرات، هاي مره. ممتاز. هيك راح تكون 3 و. اذا نجي هنا شو نسوي؟ نحرك الاصبع الصغير ونجيب هذه جوا تمت هيك. يعني طبعا هي انا ما سويت شرح هواي لانه هي راح تكون كلش سهله عليكم. الايد اليمنى، الايد اليسرى اكو طريقه صعبه بس انا اعلمكم الطريقه السهله لانه هي احسن يعني بهذا الوقت. فهسه راح اعلمكم الطريقه السهله بالايد اليسرى. ايد اليسرى راح تكون ثابته بهاي الطريقه. باع وين اصابعي؟ هنا. دني اصابعي شو وين وينها؟ هسه شو راح نسوي؟ اول شيء نضغط هيجي، بعدين هنا نجي، بعدين هنا، بعدين هنا. ممتاز. ها راح نسويها ويا هاي، راح نسويها ويا هاي، ويا هاي. ممتاز. راح نسوي ويا هاي شلون؟ ندوس هيج با. ممتاز. دوسوا ويا مره وتبقى داس با على ايدي يسا تبقى دايسية. من تجينا دوس على هاي تبقى دايسة وتسوي بالايدي. ممتاز. هيجي بعدين شنو؟ هيجي. هسه راح اسوي لكم هسه هيجي. ممتاز. هيجي شلون تعلمنا يكون عزف البيانو. هسه راح اعزف لكم كلها لاخير مره واتمنى تعلمتوا طبعا من هاي الانترودكشن. ممتاز شباب هذا العزف، اتمنى يكون العزف حلو وزين وان شاء الله اشوفكم بالبارت 2. مع السلامه.